السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هناخد بعض الأخبار السريعة ونعلق عليها عن النادي الأهلي وعن منتخب مصر. تعال ناخد الأول النادي الأهلي. قال لك مسؤول النادي الأهلي جددوا رفضهم لفكرة التفريط في حسين الشحات مهاجم الفريق بعد تلقيه عرضا خليجيا جديدا خلال الساعات الماضية. بداية كده، هو حسين الشحات لسه قدم أوراق اعتماده في النادي الأهلي علشان يمشي؟ حسين الشحات لاعب جيد وبتاع، لكن لسه من جماهير النادي الأهلي منتظرة منه من أدائه ومنتظرة لسه أيام اللي جاية هتكشف أكتر عن إمكانيات حسين الشحات. لسه ما قدمش حسين الشحات اي شيء لجماهير النادي الاهلي او للنادي الاهلي. وبعدين هو جاي امتى؟ ده جاي في يناير، كملش 6 شهور. حسين الشحات ما بقالوش 6 شهور مع النادي الاهلي، وبعدين قعد فتره كده يعني برضو اصابات او ما بيلعبش او فنيا او نرفزه ملعب مستعجل عايز الفوق ما بيلعبش. يعني جم في الاخر لعب كذا ماتش كده وبتاع برضه، وقبل كده كان بيلعب بياخد فترات من المباراه. حسين الشحات جاب هدفين تقريبا اللي الاثنين في المقصه يعني على ما اعتقد يعني، او في هدف مع المقصه، او يعتبر من اثنين من اسرع الاهداف اللي احرزه من النادي الاهلي هذا الموسم يعني. فالنهارده لما تتكلم عن حسين الشحات ما حدش يجيب سيره حسين الشحات يمشي. حسين الشحات مدفوع فيه فلوس قد كده على راي الراجل بتاع حلاوه العنتبل، ياخدين حضراتكم كل قضيه وقضيه قد العجل. حسين الشحات مدفوع فيه فلوس قد العجل. وبعدين مهما كان العرض مغري، احنا مش بنجيب بنتاجر في لعيبه، النادي الاهلي مش بيجيب لعيبه عشان يبيعها، مش نادي لسه صغير بيدور على مكاسب. النادي الاهلي بيدور على مكاسب بطولات، ما بيدورش بس على مكسب مادي. لما يكون اللعيب حقق انجاز معين مع النادي الاهلي واضاف للنادي الاهلي والقلعه الحمراء ماشي، لكن وبعدين لو هو اساسا مش مفيد كان خلصنا منه. لكن حسين الشحات لسه ايامه جايه يعني، فاي كلام عن رحيل حسين الشحات من باب الغوغائية الصحفية أو الناس عايزة ترد في أي كلام يعني تقول أي كلام وخلاص تملى مواقع وخلاص بأي حاجة. قال لك ورغم ارتفاع قيمة العرض المالي إلا إن إدارة الأهلي أكدت أن حسين الشحات ليس معروضا للبيع مهما كانت المغريات. ويأتي موقف النادي الأهلي يؤكد خروج حسين الشحات من قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيف المقبل. هو كانوا جايبينه ب 150 مليون عشان يمشوا يا جدعان، شويه عقل شويه عقل. هو برضه اليوم السائح. المهم ايه؟ قال لك بقى بالنسبه برضه خبر في اليوم السائح برضه، يعني احمد الحمادي يا جماعه عنده كام سنه؟ احمد المحمدي عنده كام سنه؟ وقلت لحضراتكم الاهلي تقريبا غلط مره بالتعاقد مع عبد الحميد اسمه ايه اللي هو بميدو ده، اللي بيقدم كان بيقدم برامج على قناه النادي الاهلي، كان جايبه من عبد الحميد حسن، كان جاي من ام بي والنادي الاهلي، كان جايبه عنده 34 سنه كملش موسم وخلاص والدنيا. فالنادي الاهلي مش هيكرر نفس الغلط. احمد محمدي حاليا يمكن عنده 33 سنه مثلا اذ لم يكن اكثر. فالنادي الاهلي هيجيب احمد، هيجيب واحد عنده 33 سنه يعمل ايه؟ لو حتى ميسي هعمل ايه؟ ميسي ممكن يقول لو 6 شهور مثلا في ريحتك، ولو في ريحه الكوره هيبقى بالنسبه لنا هنا هيبقى حاجه تانية. لكن خلينا نتكلم جد شويه، احمد المحمدي يعني يجي الاهلي يعمل ايه؟ مع احترامي لاحمد المحمدي راجل محترف ومقضي عمره كله من بعد ما ساب انبي راح احترف بره في فرق مش كبيره، لكن اسمه احتراف بالنسبه لنا كان يعتبر انجاز. احمد من استون فيلا وهال سيتي والفرق اللي لعب فيها احمد المحمدي بالنسبه لنا في وقت من الاوقات كانت انجاز، وبالنسبه له في النهارده هيجي تاني يعمل ايه؟ ثلاثه والنادي الاهلي هيعمل بعمل محمد ايه؟ وعنده احمد فتحي في كلام بيقول لك قعدوا يتكلموا برضه طرش على احمد فتحي، احمد فتحي جاي له عروض انه هيمشي. طب محمد هاني، محمد هاني جاي له عرض انه هيمشي. طب باسم هاي جاي له عرض انه هيمشي. كل الناس هتمشي عشان نجيب احمد فتحي. شويه عقل وشويه منطق كده. قال لك ايه؟ جدد مسؤول النادي الاهلي مفاوضاتهم مع احمد فتحي مع احمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي للانتقال للقلعه الحمراء خلال الفتره المقبله. وبعدين الراجل لسه واخد ناديه وطالع، النادي كان في الدرجه الثانيه طلع للدوري الممتاز بقى كانه هيسيب الدوري الانجليزي الممتاز ولعب الدوري الانجليزي الممتاز ويجي ويلعب اساسي يعني ويجي هنا. طب رمضان صبحي ما كانش بيلعب وجه، لكن لو رمضان صبحي في فرصه ما كانش هيجي.
مع احترامي يعني رمضان صبحي مهما كان قال لك بحب النادي الاهلي، بس مش هيحب الاهلي اكتر من نفسه يعني. قال لك ايه، جدد مسؤول النادي الاهلي مفاوضاته مع احمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي للانتقال للقلعه الحمراء خلال الفتره المقبله، واصبح مسؤول الاهلي على يقين بصعوبه التعاقد مع احمد المحمدي في الموسم الجديد بعد نجاح استون فيلا. طب لما انتوا عارفين بتكتبوا الخبر ليه؟ مش صعوبه على النادي الاهلي بالعقل وبالمنطق واي حد بيفهم، وهجيب واحد كبير في السن اعمل بيه ايه؟ ولكنهم شددوا على اللاعب بالتمسك بضمه في المواسم المقبله. يا سلام، يعني مش هاخده عنده 34 سنه ولا 33 سنه، لا اخده هو يعني الموسم الجاي، لا ممكن اخد اللي بعده يعني، ما اخدوش هو عنده، اخده 34 35 سنه اعمل بيه ايه يعني؟ واكد احمد المحمدي المسؤول الاهلي عبر السلطاء انه لا يمانع الانتقال للقلعه الحمراء ولكن في التوقيت المناسب، مؤكدا امكانيه حدوث ذلك موسم 2020 2021، لكن في الوقت الحالي سيكون الامر في غايه الصعوبه. يا سلام عليكم. بالنسبه لجهاد جريشه، قال لك لجنه التظلمات بالاتحاد الافريقي بتعقد جلسه اليوم، هتعقد جلسه اليوم لنظر التماس المقدم من لجنه الحكام باتحاد المصري لكره القدم لرفع الايقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشه. وكان قال عبد الفتاح عصام عبد الفتاح ان الالتماس هيتم قبوله بنسبه كبيره يعني نسبه تفوق 90%، وكان الكاف قرر ايقاف جهاد جريشه لمده 6 شهور وبسبب الاداء السيء زي ما وصفه في خلال العقوبه في لقاء الوداد والترجي بذهاب دوري ابطال افريقيا، والاتحاد كان رشح ابراهيم نور الدين القائمه الدوليه بعد ايقاف جهاد جريشه، ولو رجع جهاد جريشه فهيطلع ابراهيم نور الدين، وانا مش عارف اختيار ابراهيم نور الدين يعني على اي اساس يعني. دي حاجه. الحاجة الثانية، الاتحاد المصري ولجنة الحكام بسم الله ما شاء الله بيقفوا مع كل الناس إلا النادي الأهلي. يعني شفنا هشام محمد اتفتح دماغه وما عملوش لنا حاجة في تونس. وليد أزارو توقف قبل المباراة بعد المباراة بيوم أو باتنين في ثواني كده في لمح البصر توقف، ما عملوش له حاجة. لكن الحكام نجري الزمالك نجري إسماعيلي نجري الأهلي لا. نرجع تاني لبطولة النهاردة، هيبقى انطلاق بطولة كوب امريكا هيشارك فيها 12 فريق، 10 فرق من منتخبات قارة امريكا الجنوبية ومنتخبين من اسيا قطر واليابان، والمجموعات هتكون كالتالي: المجموعة الاولى البرازيل بوليفيا فنزويلا بيرو، المجموعة الثانية الارجنتين كولومبيا باراجواي قطر، المجموعة الثالثة اورجواي الاكوادور اليابان تشيلي. ده المجموعات النهاردة انطلاق الكوب امريكا. المباراة هتكون في وقت متأخر يعني حوالي ممكن تلعب الساعة 3 مساء يعني عشان الاختلاف في التوقيت يعني. بالنسبة لمنتخب مصر، منتخب مصر زي ما انتم عارفين حضراتكم تراجع مركز في التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تراجع الفيفا عشان ما حدش يقول لي اسمها بالاف مش بالفي، تراجع المنتخب المصري مركزا واحدا في تصنيف المنتخبات قبل بداية كأس الأمم الأفريقية ليحتل الفراعنة المركز 58 عالميا فيما حافظوا على مركزهم الثامن بين منتخبات أفريقيا، وحافظ منتخب السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية بعدما تقدم مركز في التصنيف العالمي لتحتل المركز 22. السنغال هو ما احتل الصدارة، تونس في المركز الثاني تقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي واحتل المركز 25، ومنتخب نيجيريا تراجع 3 مراكز ليحتل المركز الثالث في افريقيا والمركز 45 عالميا، والمغرب في المركز 47 عالميا والمركز الرابع افريقيا رغم تراجعهم مركزين في تصنيف الفيفا. في تصنيف اول 10 منتخبات تقدمت البرتغال مركزين في الترتيب بعد فوزها بدوري امم اوروبا لتحتل المركز الخامس بدلا من السابع، واستمر على القمه بلجيكا وفرنسا والبرازيل وانجلترا على الترتيب، يليهم البرتغال ثم كرواتيا واسبانيا اوروغواي وسويسرا والدنمارك، فيما تواجد المنتخب الالماني بالمركز 11 والارجنتيني بالمركز 12، وايطاليا تقدمت 3 مراكز بالتصنيف لتصبح في المركز 14، اما هولندا فتقدمت مركزين وتتواجد خلف المنتخب الايطالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.